بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نستعرض النهاردة في الفيديو دوت جميع روابط إعلان نتيجة الثانوية العامة. طبعا قريبا جدا ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس، مع إمكانية معرفة الترتيب على المدرسة والإدارة والمحافظة والجمهورية والكلية المتوقعة للطالب ونتيجة التنسيق والتظلمات بالاسم وخدمات. تمام، اعرف مين معك في كلياتك وتنسيق المدرسة بالكامل. طبعا هنبدأ نستعرض هذه الروابط، بتكون أسفل الفيديو داخل الوصف. هنبدأ نشوف المواقع اللي هيتم عرض النتيجة عليها، زي موقع اليوم السابع أو موقع الدستور، موقع الوطن، موقع وزارة التربية والتعليم، موقع نتيجة دوت نت، موقع لحظات نيوز، موقع بوابة فيتو، موقع نتيجة عاجل نيوز. جميع الروابط اللي هيتم عرض نتيجة الثانوية العامة على هذه المواقع قريبا إن شاء الله. أي موقع من دول ممكن نضغط على الرابط المطلوب، هنبدأ نضغط عليه فهيبدأ يفتح عندي الموقع اللي هيتم عرض النتيجة عليه، سواء كان وزارة التربية والتعليم مثلا أو موقع اليوم السابع. مجرد ما النتيجة تبدأ تظهر يا جماعة، هيبدأ يظهر هنا إدخال كلمة، إدخال رقم الجلوس والاسم. طبعا مجرد ما ندخل رقم الجلوس هيبدأ يستعرض لي نتيجة الطالب، وبنتمنى للجميع التفوق إن شاء الله، وكل واحد يدخل الكلية اللي بيتمناها. دي طبعا كلها روابط لعرض النتيجة الثانوية العامة، وكل الكلام ده هيكون أسفل الفيديو في الوصف. ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وهنتابع مع بعض كل ما يخص التنسيق وكل ما يخص الكليات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.